موضوع الاحلال والتجديد اللي حصل في فريق نادي الزمالك دلوقتي سلاح ذو حدين، ولكن ان انا اوصل مع الاهلي بخبراته بلاعبينه بالخبرات الكبيره اللي عنده ان انا اوصل برضه حتى اخسر فرق جون، ده مش يعني ده كويس، مش بص هو كويس بس هو في ده ماتشات الاهلي والزمالك هي بتيجي جون جونين. ما بالظبط هو مش مؤشر برضه زي ما بقول لحضرتك لحاجه، لانه في الاخر انا وجهه نظري انه مباراه الاهلي والزمالك الخبرات هي اللي هتحسم. حتى لو كان لعيبه الزمالك ما هياش لعيبه وحشه، بالعكس اللعيبه الصغيره لعيبه فنيا كواليتي كويس جدا واكتر منتخب مصر كمان وبالظبط وبيلعبوا في المنتخب، كانوا كلهم منتخبات شباب وناشئين وبيتجمعوا دلوقتي مع المنتخب، بس قدامهم فتره على بال ما يحصل حاله النضج. يعني اللي حصل في اخر المباراه الكور اللي ضاعت من الزمالك وكده، طبعا يعني لو كان في وجود لعيبه خبره كان الزمالك حسم المباراه دي. ثبات الانفعال يا كابتن عمر بالظبط كده، ده ما بيجيش في لعيب سنه صغير او يعني قليل قوي ما يبقى حد كده، يعني طفرات قليله قوي بتحصل فانه يبقى لعيب صغير وعنده الثبات ده جوه الملعب. فطبعا الزمالك كان محتاج خبرات تقود المباراه في اخر الوقت يعني. طيب انا دايما بقول ان الاهلي والزمالك بخير، منتخب مصر بخير، مظبوط، زائد محترفين زائد المحترفين. لا كان محترفين حاجه تانية، كان محترفين هو بيجي انا عارفين كل واحد عارف مكانه، بس دايما بقول الاهلي والزمالك طول ما المباريات الاهلي والزمالك بتطلع اكوال وبيكون فيها يعني قوة زي ما احنا شفنا في اخر مباراة، بيكون فيها يعني الموضوع رايح جاي مش وان سايد جيم كده، احنا مطمنين على منتخب مصر. لعيبة منتخب مصر اهلي وزمالك صح مزبوط. ومحترفين طبعا مظبوط. دي ساعات بتكون ظاهرة صحية ولا ممكن تكون ظاهرة غير ايجابية في وقت من الاوقات ان بتركز منتخب مصر في ناديين بس؟ بص هو للاسف طبعا الهاندبول في مصر مش كل الانديه عندها القدره الماديه ان هي تقدر تجيب انتدابات قويه او لعيبه على مستوى عالي. فان حصر اللعيبه اللي هي الهاي كواليتي غالبيتهم مش هقول كلهم برضو في الاهلي والزمالك، وممكن يبقى في كل نادي بعد كده في الانديه الثانيه لعيب او اتنين، بس طبعا في وسط مجموعه ما بيقدرش ان هو يعمل حاجه برضو لوحده، دي بتبقى لعبه جماعيه في الاخر. ما هو بيجي في الاخر اهلي او زمالك بيشتروه او بيجوا في الاخر بالظبط يروح اهلي او زمالك صحيح عشان يلعب في عشان يلعب في المنتخب مظبوط. ففي الاخر بتبقى في الاخر اللعيبه كلها بتنحصر ما بين الاهلي والزمالك. فانا شايف الاهلي والزمالك الفتره اللي فاتت بيجيبوا مدربين اجانب بيلعبوا هاندبول حديث، فكره انه اللعيب يتمرن في النادي بنفس الطريقه اللي هيلعب بيها في المنتخب دي بتساعد كتير جدا المنتخب طبعا، فدي حاجه كويسه. في نفس الوقت الانديه الثانيه مش هتقدر تجيب مدربين بنفس فكر مدرب المنتخب. فانا شايف انه دي مش حاجه وحشه انه يبقى الاهلي والزمالك هم اللي عندهم الاوبشن ده، لانه حتى في دوريات كتيره بره يعني الدوري البولندي الدوري المجري كل الدوريات دي بيبقى برضو بناديين هم الدوري المقدوني ناديين مسيطرين على الدوري، وبقيه الانديه برضو لا المجري شويه كام نادي موجود في 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 بس ستيل برضه في الاخر فيسبرم وبيك زيجت هم الاساس اللي فيهم يعني القوة الضربة دول. دول مقدونيا ممكن فردار وفردار وبيليستر برضه هم اللي اكتر لعيبه في المنتخب بالظبط. يعني نفس الكلام في بولندا فيستا بلوج وكيلسي برضه، فهي الدوريات دي يعني النمط اللي عندنا في الدوري موجود، قصدي اقصد اقول في دوريات تانية وفي نفس الوقت بيخدم منتخبات الدول دي عادي. فانا بقول انه مش شايف ان هي حاجه عيب، اتمنى انه طبعا يبقى فيه اكتر من نادي، طبعا ده اكيد هيزود التنافس جوه بطوله الدوري هتبقى اقوى طبعا. اللعيب بدل ما يلعب ماتش او ماتشين في السنه جامدين تحت ضغط لا ممكن يلعب 4 5، فطبعا خبراته بتزيد اكتر اما بيلعب تحت ستريس فترات طويله مباريات كتيره اكيد خبراته بتزيد، فدي حاجه مش وحشه. بس في نفس الوقت فكره انه اللعيبه اللي موجوده في اهلي والزمالك بتلعب دلوقتي حاليا بنفس فكر مدرب المنتخب اللي هو الهاندبول الحديث، ف بتسهل كتير على المدرب بتاع المنتخب. زمان كده كنا نشوف الاجيال القديمه كنت تلاقي مثلا حماده النقيب اولمبي، مروان رجب سبورتنج، صحيح، شريف مؤمن طيران، ما عدناش بنسمع الانديه دي بيخشها حد يعني في المنتخب، يعني يبقى هو سبورتنج او هو الاولمبي او هو من الطيران ويروح المنتخب، لان هم لازم يروح المحطه صح. يا اهلي يا زمالك يا زمالك صحيح مظبوط. هم زمان في الوقت الجيل ده الهاندبول ما كانتش برضه احترافيه زي دلوقتي، يعني ما كانش فيه العقود بالظبط، عنصر الماده ما كانش موجود في كره اليد يعني، فبدا يدخل في الالعاب الجماعيه بصفه يعني قويه جدا. انا كنت ساعتها في جيل ال 88 خلصت كاس عالم، بعد كده كنا 2009
فاحنا اما الجيل بتاعنا طلع درجه اولى العقود كلها يعني اتغيرت تماما، ومن 2009 بدات بقى الفلوس تدخل الى حد ما كره اليد والالعاب الجماعيه كلها. قبل كده قبل 2009 كانت العقود كانت بعيد خالص يعني، فكل الاجيال اللي كانت موجوده زمان ما لحقتش التغيير اللي حصل يعني في موضوع الماده وكده.